ونحن نقدم لكم اخونا الشيخ مزمل ده قبال ما يبدا النظم نيابه عنكم نشكر النازل شكر جزيل ونسال الله اذا العمل ده خالص له يفرج كربه كل المسلمين ويصلح كل حكام المسلمين. اذا كان العمل ده لله خالص ولو فينا فد واحد اخلص لله المتكلم او السامع، نسال الله ولو السامع بعيد ولو مره ولو طفل بلغ، نقول له يا الله تفرج كل الكرب وتصلح لنا أئمة المسلمين الراصدين. السلام عليكم. بنينا قالوا في جماعات، دارين نعرف هل في جماعات ولا ما في جماعات. في جماعة أنصار السنة وفي جماعة الإدريسية وفي جماعات كثيرة. هسه دارين نعرف إنه في جماعات ولا ما في جماعات. بعدين في أنصار السنة ذي البراهم وخليهم. هسي قبل شويه الصلاه قامت، قبل شويه كده الصلاه قامت، في حقد معناته بين انصار السنه والناس القاعدين يسمعوا الان هنا ذيل، فيه الناس هنا ده في حقد بيناتهم، لانه انا بقى الجامع ده اقرب من الجامع ده والصلاه قايمه. فينا فيهم محمد اخوي ده ماشي يصلي هناك، ليه الصلاه دي ما قايمه ما يمشي يصلي هنا؟ ده ما جامع يعني ولا شنو؟ هنا ما بيلقى 27 درجة بيلقاه هناك بس يعني. ده أقرب جامع يعني، يمكن تحصل الرقعة الأولى ويمكن تحصل الرقعة الأولى تحصل الحمد، معناته في حاجة في القلب ده جوا، في حاجة بين ديل وديل. دارين نعرف ليه في شنو يعني بيناتهم في شنو؟ هاي دارين نعرف الحاجة دي. محمد اخوي زاده كان قاعد يجاوب الكلام ده، ليه مشى الجامع ذاك؟ الجامع ذاك بعيد ابعد من ده بكثير، دار يجاوب ودار يسال ودار يسوي حاجه، وما انا خايف من زول الا الله ده بس. وشكرا. سؤال طيب يا اخي، الله يجزاك الله خير. الحمد لله. انا نجاوب نجاوب على سؤال زول؟ لا ما نجاوب دون هذيك واحد واحد. وين المكرون؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة يا جماعة، مسألة الصلاة، إنه في جماعة صلوا هنا وجماعة صلوا هنا، أول حاجة نحن مشينا صلينا بينا في الجامع ده حق أنصار السنة ده، مش كده؟ وجينا راجعين، ونحن بنصلي في أي جامع، ما بنقول ده حق أنصار السنة ولا ده حق ناس ما أنصار السنة ما نصلي، لأنه من العقيدة الصحيحة إنك تصلي وراء كل بر أو فاجر، ده عقيدتنا كده يا جماعة. أما في زول ما جه صلى بهناك، أنا ما عارف ليه صلى بهناك، ودي ما مشكلة يعني، زي ما في ناس صلوا بهنا في ناس صلوا بهنا، يعني ما إلا كل الناس تصلي بهنا ولا كيف؟ خلاص فما فيها مشكلة، بس الزول يصلي في الجامع ويصلي مع المسلمين، لأنه ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللهم إلا إذا كان في، وده حكم عام يعني، مش الآن هنا كلامي ده مش هنا بس، إلا إذا كان في جامع فيه قبر فيه ضريح جوا زول مدفون، ده ما بتجوز الصلاة فيه. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة الجماعات، قال وما الجماعات وانصار السنة وما انصار السنة. الإسلام ما فيه أحزاب، تعدد بتاع أحزاب وكثرة جماعات وتعدد جماعات ده كله حرام وباطل. ربنا سبحانه وتعالى قال كده، ربنا عز وجل قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني الناس الفرقوا دينهم وبقوا جماعات وأحزاب، ربنا قال لك ما تدخل مع واحد من هذه الجماعات أو واحد من هذه الأحزاب.
وانصار السنة ذاتهم لو جيتم الليلة كم؟ صار السنة واحد؟ صار السنة جماعة واحدة ولا تفرقوا؟ جماعات كثيرة، صار السنة ذاتها، صار السنة جناح المركز العام، صار السنة جناح شيخ أبو زيد رحمه الله، أنصار السنة جناح الحبوب، جمعية كذا أبو السنة جناح الحبوب، جناح صلاح اللمين، جناح الصافية، دي الخمسة. هسه أنا كودة طلع براو بغادي، داك عمل حزب الوسط. أنا أبقى مع منو هسه؟ أيوه، تبقى مع كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما بجوز لك تبقى مع أنصار السنة، ولا بجوز لك تبقى مع التجانية، ولا يجوز لك تبقى مع السمانية، ولا مع الإدريسية، ولا مع غيرهم. تكون مع القرآن والسنة. كلام ده كفاية ولا ما كفاية؟ كفاية. مين اللي قال كده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين أو شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. انتهى الكلام. تاني في حاجة يا جماعة؟ أنا إلا أتبع علي راجل غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، تابع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فانصار السنة ذاتهم مشكلين في بعض، هم ذاتهم مشكلين في بعض، ده الجناح أبو زيد، ده الجناح المركز العام، ده الجناح صلاح اللمين، ده الجناح منو، هم ذاتهم مشكلين في بعض. الصوفية ذاتهم في بعض مشكلين في بعض. التجانية بيقوا في تجانية تربية، تجانية غير تربية. القادرية في قادرية صادقاب، في قادرية مكاشفية شنو كده ما عارف، في قادرية كدباس، في قادرية أبناء الشيخ منو ما عارف الجيلي، في قادرية عركية، شغلة طويلة. يا تو حق الرسول ده كل ما حق النبي عليه الصلاة والسلام، حق النبي يا تو. ربنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما، واحد بس، طريق واحد، القرآن والسنة، بفهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. ربنا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الجماعات دي كلها، كان صوفية، كان أنصار سنة، كان أخوان مسلمين، كان غيرهم، دي كلها هدف الدنيا في النهاية. هدف شنو يا جماعة؟ الدنيا دار تحكم، أي بتاع جماعة دار يبقوا رؤساء للدولة دي، للبلد دي، يعني في النهاية هدفهم ياكلوا. ده الموضوع كله، يبقى ده رئيس، ويبقى ده هو النائب، ويبقى ده غيره. دي الجماعات الموجودة دي كت. انت خلي هدفك الجنة، تابع النبي عليه الصلاة والسلام، ده اللي بيوديك الجنة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحزاب كثيرة يا أخي، اتحاد ديمقراطي، حزب الأمة، حزب الأمة ذات بقل القومي والفيدرالي وشنو ما عارف، اتحاد ديمقراطي الأصل والما أصل وشنو، كله يا جماعة ده كله باطل. ربنا قال ده كله باطل. إن الذين فرقوا دينهم، ده تفرقة للدين ولا ما تفرقة؟ الحاصل ده، ده الجماعة فلان والحزب الفلاني والطريقة الفلانية، دي ما تفرقة للدين. ربنا قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، يعني ما تخش معاهم، والله ما يجوز. وهو يجيك زول أنصار سنة يغشك زي ما قاعدين يكذبوا للناس، يقول لك الشباب ديل حيفجروا الناس، وديل لو تابعوهم اولادكم يعني ديل تابعين لداعش، الكلام ده كذب. نحن اول حاجه ما جماعه ولا حزب ولا طريقه، نحن على الكتاب والسنه، وما عندنا حزب، وما نازلين انتخابات، وما دايرين نمسك الحكومه، ولا عندنا سياسه، عندنا قران وسنه. توحد ربنا وتتبع النبي عليه الصلاه والسلام، تاني ما داري منك حاجة، ولا عندنا كوم دار نكبره. أما كلامين نحن داعش، ده الكذابين محتالين. نحن أول ناس في البلد دي، أول ناس في البلد دي اتكلمنا وحذرنا من داعش ومن التكفيرين ومن الناس اللي بيفجروا، أول ناس نحن حذرنا منهم. ولليلة عجزوا حتى أنصار سنة، عجزوا إنهم يتكلموا عن داعش ولو بكلمة واحدة، ولو بكلمة واحدة. أكبر محاضرة في البلد دي في قاعة الصدارة أقمناها في التحذير من فكر داعش ومن التفجيرات ومن تكفير المسلمين، نحن حذرنا منهم.
يجي يكضبوا الليلة يدقوا الأبواب للناس يقول لهم أولادكم ديل لو جي حضروا للناس ديل حيبقوا داعش؟ أنتوا داعش مش أنتوا. الجماعة البحال بيقولوا كلام ده بندقون هم داعش وهم الفيهم الناس اللي بيكفروا الناس. عرفت كلامي؟ لأنه منهجهم منهج ناس داعش في النهاية بيلتقي في منهج الأخوان المسلمين منهج سيد قطب. ده الحاصل كله منهجنا وده واضح. والله لا عندنا اجتماعات سرية شفت كيف؟ ولا عندنا سياسة دايرنا ولا نازلين انتخابات دايرين الناس دي تعبد الله وتوحد الله وتتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كعب ولا كويس؟ ده منهجنا ما عندنا حاجة تانية. طيب جاوبنا الجواب جاء في القرآن. جواب سؤالك ده وسؤال الناس كله جاء في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يقول وانت سألت عن انه ما ممكن تتبع لجماعة من هؤلاء ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم دين الإسلام ده فرقوا ده الأنصار سنة ده الأنصار مهدي ده الحزب الأمة ده ما بعرفه تجانية. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة جماعات شيعة يعني جماعات وأحزاب ربنا لا شيعة يعني جماعات في اللغة مش شيعة رافضة شيعة في الآية يعني جماعات وأحزاب. ربنا قال انتبه ربنا قال لست منهم في شيء يعني ما تبقى معاهم انت بعد ده تقول ده ابقى معاهم خلاص بطريقتك. ربنا قال ما تبقى معي جماعة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله وسنتي كفاية ولا ما كفاية؟ يا جماعة الزول إلا يتابع له ناس إلا يبقى ضنب مش أنت السائل لا أنا كلامي عام إلا الزول يبقى ضنب لراجل زيه كده فكر بعقلك. الغرام موجود ولا ما موجود؟ موجود. السنة موجودة ولا ما موجودة؟ في داعي تاني نعمل له كون براي؟ وهسه لو تابعت الجماعة الفلانية جا واحد تابع الجماعة الثانية دي نحلها كيف؟ دي نحلها كيف؟ والجماعة دي ذاتها بتنقسم تبقى جماعتين بقوا كده ثلاثة لأنه ديك واحدة وديل اثنين وواحدة من الاثنين ديل تنقسم تبقى سبعة. ده وينو؟ ده كله باطل والله. وأنا عارف في ناس بيرضوا الكلام ده وفي ناس ما بيرضوا لكن ده الدين. ما تتبع أي جماعة أتبع القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا خال تفضل يا خال. نحن جماعة الكتاب والسنة. قال ما في تنظيم في الدنيا دي بيقوم حتى نبني مسجد. لازم نكون ونعمل تنظيم عشان نغيم الحاجة. لازم تكون في جماعة. قالوا طيب ما تبقى جماعة أنا بدل أكون مع الكتاب والسنة. قال تكون أنت من جماعة لا جماعة. ده السؤال واحد. السؤال الثاني في جماعة قلت اسمها جماعة الكتاب والسنة. وأنت قلت الناس كلهم مع الكتاب والسنة. أنا تلقائياً بلقى نفسي بقيت أنا قلت مع الكتاب والسنة بيضيفوني يا جماعة الكتاب والسنة. وسع الجماعة هنا ده بقى ينضاف شنو؟ زي مزمل الفقيري وجماعة كده أسي بدون بناء يقول لك إن أنا مع تبع مزمل وديل تبع شيء الناس الثاني. وفينا في الموضوع أول حاجة يا جماعة الحمد لله رب العالمين وإنه نعمة من ربنا علينا الحمد لله. أنا ما عندي جماعة ولا عندي حزب بل أنا أحارب جميع الأحزاب لأنها فرقت الدين. ربنا سبحانه وتعالى قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله قال ما تتفرقوا مجرد ما تبعت لأي جماعة سميها ما شئت عرفته تبعت لأي جماعة أو حزب من الأحزاب أنت فرقت الدين وخالفت رب العالمين. ربنا سمعتك أنا يا خال أنا سمعتك وما قاطعتك خلاص أيوة أنا سمعتك يا خال وما قاطعتك. يبقى من زي ما أنا احترمتك زي ما أنا احترمتك واحترمت شيبتك برضو أنت من الاحترام إنه ما تقاطعني. أي نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله قال ما تتفرقوا ديل جماعة فلان وأنا جماعة فلان وده جماعة فلان دي تفرق ولا ما تفرق؟
تفرقة. عشان كده أنا بدعو الناس، لأنه كلام عني، بدعو الناس إلى القرآن والسنة، وبحارب أي حزب موجود لأنه ذيل الفرقوا الدين. فيبقى من الظلم والكذب إنه ناس يقولوا أنت والله عندك حزب. أنا بحارب الأحزاب. حزبي شنو؟ يا تحزب ومسجل وين؟ هل مسجل في مجلس الأحزاب؟ ده كذب يا جماعة. اسمه شنو الحزب؟ الحزب ده الآن بدعو للناس ما اسمه، نحن نعرف اسمه شنو؟ ما في. إنما ندعو الناس إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دي واحد. جزاك الله خير، شكرا لك. طيب أيوة ما شان شيء وما شغل. طيب دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال في شيخ جاء اللي هو جابوه أنصار السنة سيادة الصديق، وقال إنه قال بيقول أنا، قال لابد تنتمي لجماعة لأنه أي عمل محتاج لتنظيم، ولو دارنا من المسجد نعمل نظام. نحن ما بنقصد إنك تنظم بنا جامع، ده المهندس وده المقاول وده البنا وده المبيض، دي ما في زول مختلف فيها، إنه دي من أعمال الدنيا. دي من شنو يا جماعة؟ دي من أعمال الدنيا اللي ما فيها مشكلة. إن والله ده مهندس وده دكتور وده صيدلي وده بتاع بنا وده كهربجي، ما فيها مشكلة. هل خلافنا هنا يا جماعة؟ خلافنا ما هنا. إذا الشيخ جابوا ده زول محتال بس داري يغش الناس، إحنا ما خلافنا ما هنا. خلافنا إنه دي جماعة دينية، مش داري ابن طب بتاع جامع. جماعة دينية عندها رئيس غير عمر البشير رئيس الدولة، عملوا لهم رئيس براهم، وسووا لهم النائب الاول بتاع نائب بتاع رئيس، وعملوا لهم ده يقول لك معتمد ده مسؤول ولايه الخرطوم بابكر ابو راس بانصار السنه وامير الجماعه. ده نحن بنقول باطل، لانه الدين ما فيه كلام زي ده. الدين فيه عالم بيدرس الناس، وفيه طالب علم بيتلقى العلم من الشيخ ومن العالم، لكن الدين كونه زول غير رئيس الدولة يكون هو رئيس الجماعة وده أمير الجماعة وده والي ولاية شنو ما عارف، ده ما ناس الدولة، ده الناس ساكت. اتلموا عصابة عملوا أمير ثاني وعملوا رئيس ثاني، ده في الدين باطل. أما الاستدلال اللي بيستدل به إنه إذا كنتم ثلاثة، بديك الفرصة الجاية حقها بس أصبر لي شوية. أما الحديث اللي بيستدل به إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ده في السفر، دي إمارة السفر وإمارة خاصة، لأنه مجرد ما ينتهوا من السفر ما له بتنتهي. لكن ديل الليلة يا أخي ديل وصلوا مرحلة أنصار السنة من الحزبية المحرمة البغيضة. رئيس المجلس العلمي بتاع أنصار السنة قال لهم رئيس الجماعة بتاعت أنصار السنة لو قال محاضرة في تأصيل التوحيد ما تقوم ما تقوم. أنا أسألكم بالله، أهم التوحيد توحيد ربنا ولا أهم رئيس جماعة أنصار السنة؟ توحيد الإله. فده حصلوا المرحلة دي، والكلام مسجل موجود. عشان كده دي حزبية محرمة نحن بنرفضها. بعدين يا جماعة أنا بسألكم سؤال، إذا كانوا هم أنصار السنة مثلا زي ما سأل عمنا عنهم دارين يلموا الأمة ويوحد الأمة، نقول لهم توحدوا أنتوا في نفسكم أول حاجة، متوحدين أنصار السنة؟ هسا لو سمعنا كلام شيخ مجابو ده مين صديق ده؟ قال انتموا لأنصار السنة سمعا وطاعة يا صديق، ننتمي لأنصار السنة. يا توم أنصار السنة. أنا قلت لك في خمسة جماعات كلها من أنصار السنة انشقت، خمسة يا تو فيهم. يا ناس ده كله هوس، انت خلي البشر ديل امسك في كتاب رب البشر القرآن الكريم. الكلام ده ليه ما بينه؟ انتوا ما بينه؟ خلاص بس ده الموضوع. امسك في كتاب رب البشر القرآن الكريم، وامسك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بتخش الجنة ولا ما بتخش؟ بتخش الجنة. لكن ده رئيس الجماعة والمؤتمر بتاع الجماعة والحزب الفلاني، والله ده كله باطل، كله باطل. تفضل يا شيخنا، تفضل. انت زي طيب واحد، اذا انت اصلا ماسك بالسنه بس، انا ذاته ماسك بالسنه بس، ما عندي اي جماعه ولا حزب.
انا زيك واحد يا توم ديل ده كلهم ديل زيك واحد ماسكين الكتاب والسنه لا لا زيك زيك تفضل كويس بديك 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 يا استاذ ايوه هل يجوز ندعوه وينفعنا وبيلحقنا طيب اخونا سال جزاه الله خير قبل ما ندي الاستاذ فرصه للسؤال قال اذا في فرضنا انه في ولي صالح ممكن ندعوه ونستغيث به وكذا اول حاجه لا يعرف الانسان انه ولي الا من شهد له الكتاب والسنه زي الصحابه ديل شهد لهم الكتاب والسنه انه ديل اولياء صالحين اما من دون غير الصحابه من لم يشهد لهم النص من القران والسنه ديل ما بنقدر نقول فلان ده ولي فلان ده ولي فلان ده ولي دي ما بنقدر نقول لكن ممكن نقول والله فلان ده نحسبه زول كويس نحسبه زول صالح كده اذا ثبت انه فلان ده صالح مثلا او ولي ما يجوز ادعوه من دون الله لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال الدعاء هو العباده طالما الدعاء هو العباده يبقى اللي بيدعو الله عبد منه عبد الله واللي بيدعو له بشر عبد منه عبد البشر وكفر بالله واشرك بالله لان العباده ما يجوز تصرف للبشر وانما هي لربنا سبحانه وتعالى فضل يا استاذ آمين. نحن دارين دار العزلة شوية كده حقكم يعني تعذروني فيها. نحن دارين نعرف سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم في السودان وفي غيره، يعني كنتم تعلموا الكلام ده. دارين نعرف آل النبي صلى الله عليه وسلم وين الساعة؟ في السودان في السودان مثلا. عشان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بشنو؟ بالمودة في القربة يعني. دارين نعرف. الثاني هل انا هل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما يعني لحق بالرفيق الاعلى ممكن ثاني يجي ويعمل اذكار لناس وكذا حاجه زي كذا؟ طيب بالنسبه يا جماعه للنسب او آل بيت النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنهم ده بيثبت يا جماعة بي يعني النسب يثبت بي النسب إن فلان ابن فلان فلان ابن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطريق إثباته معروف عند الناس اللي هو بالنسب بالنسب فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن علان دي المسألة الأولى المسألة الثانية موجودين لكن بيثبت بهذه الطريقة وهم موجودون المسألة الثالثة الموضوع ده بالذات في ناس كتار يتمسكوا به وبالكذب ساكت يعني ليلة أي شيخ طريقة يقول لك أنا ودى النبي صلى الله عليه وسلم أي شيخ طريقة يقول لك نحن هذه المشكلة يقول لك نحن أشراف ونحن من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم ويمد لك كراع وتبوس لك كراع ده خلاصة الموضوع وده كذب ديل شيوخ الطرق ديل اللي بنعرفهم نحن ديل كلهم كذابين وهدفهم من الكلام ده الواحد يقول لك انا من سلاله النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اشراف عشان ياكل قروشك المره تجي يمليص الذهب سد يمليص ياخذها الراجل يجي يدفع دم قلبه بحجه انه انا من الاشراف من آل البيت وكذاب ساكت المسألة الرابعة ودي أهم مسألة إن بقيت من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي فاطمة بنت طوالي قال لي شنو يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فوالله لا أغني عنك من الله شيئا
يعني يوم القيامة قال لي أنا ما أغني عنك من الله شيء يا فاطمة بنت محمد يا بنتي، قال لي أنا ما أغني عنك من الله شيء أبدا. يبقى الناس اللي بيتعلقوا بنسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بس بنسقوا بالنسب بس، الآن الموجودين ديل في زمننا ديل على باطل، لأنه دي بنته عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، قال لها لا أغني عنك من الله شيئا. حقنا الليلة دي الأقرب ولا فاطمة؟ الأقرب للنبي منه فاطمة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام. فدي أهم مسألة، دي أهم مسألة، إنه الإنسان ما يتعلق بالنسب بس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عليه الصلاة والسلام يقول ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو نسبك ده شريف لكن عملك تعبان، نسبك ده قال لك ما بوديك للجنة، ده عديل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى من هنا ما يجوز لزول تاني يتعلق بالنسب ويخلي العمل الصالح. السؤال الثاني شنو قال؟ قال الرسول بيخرج بدي ناس. طيب أما بعض الناس قال بيزعموا إنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره يدي ناس أذكار، فده كلام كذب وكلام باطل خلاص. أو يقول لك الحضرة النبوية زي ما عند الصوفية، يقول لك النبي بيجينا يقعد معانا في الديوان يغزة لا مناما. كونك تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في النوم دي جائزة، الحديث معروف من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به، ده معروف. لكن يجيك يقظة ده كذب. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام مات، ممكن تراه في النوم لكن يكون بصورته شنو يا جماعة؟ الحقيقية الموصوفة الموجودة في السنة في شكل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان، ده كله بصورة دقيقة جدا موجودة في كتب السنة الصحيحة. لكن يجيك يقظة أو يديك ذكر جديد أو يديك دين جديد ما أدل الصحابة، أو يديك دعاء جديد ما أدل الصحابة، زي ما بيقولوا التجانية، قالوا الرسول جل شيخنا أحمد التجاني يغزة لا مناما وداني صلى اسم الفاتح لما أغلق، وقال لي الصلاة دي قراءة المرة الواحدة منها تساوي قراءة القرآن 6000 مرة. لا يمكن، لا يمكن يكون في كلام أفضل من كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده طوالي كذاب أحمد التجاني شيخ التجانية، ده كذاب ومحتال ودجال ومجرم وما صادق، لأنه لا يمكن يحصل كلام زي ده، ما في كلام أحسن من كلام الله فيه، ما في، لا يوجد، ده طوالي بنعرفه كذاب. ومما قال جاءني يقظة برضو ما له يا جماعة كذاب. والدين اكتمل، ما في ذكر جديد ولا في حاجة جديدة. ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي فضل. ها؟ لم يغيم دين الله أو شريعة الله سبحانه وتعالى. ويوجد من السفور والخمور، هل يجوز نخرج عليه؟ طيب الحاكم إذا ظلم وقصر في حدود الله سبحانه وتعالى وتطبيقها ونشر الفساد أو أكل أموال الناس وظلم الناس، فإنه لا يجوز الخروج عليه ولو فعل ذلك، إلا أن يكفر، وكفرياته كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن ظلم وقصر في حق الله إلى آخره لكن ما كفر، ده ما يجوز الخروج عليه. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيقوم فيهم رجال قلوب شياطين في جثمان إنس. وقبلها قال عن هؤلاء الحكام الذين تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام الظلمة عموما، قال لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. ده تقصير في حق ربنا ولا ما تقصير؟ تقصير في الشريعة. وقال
فاسمع وأطع للأمير، وإن جلظ ظهرك وأخذ مالك، ده ظلم، فاسمع وأطع. برضو قال ما تخرج عليه لبتين. في الحديث الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نحن بلدنا بعيدة جديد. تفضل آخر سؤال ندي أخونا كده. تفضل تفضل تفضل، بنجيكم تاني إن شاء الله. أي تفضل. أي نعم. أيوة. يلا سؤالي. عليه الصلاة والسلام قال تقترب أمتي إلى 72 ملة. 73. في رواية الاثنين. الله أعلم. الملة تفترق كلها في النار إلا واحد. إحنا دايرين نعرف الواحد دي هتفهم. كويس. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام، كويس سؤالك جميل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة دي الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله من هي، من هي يا رسول الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاوب وراك الواحدة منه، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. الشيء اللي كان عليه منه الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان أي زول كان على مثل ما كان عليه الرسول، قال وأصحابي، من كان على مثل أنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، دي الفرقة الناجية، ما جماعة فلان ولا حزب فلان. أي زول أي أحد يطبق ما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة، بفهمه ما بفهم، بفهم الصحابة، لأنه ده أكثر ناس فيه مشنا يا جماعة الدين، لأنه تعلموا من منو؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد يكونوا أكثر ناس فيهم الدين. فأي زول كان على الشيء اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم الدين بفهم الصحابة، دي الفرق، أنت من الفرقة الناجية. بس مش الفرقة الناجية جماعة فلان وعندنا مؤتمر الليلة وبكرة نازلين انتخابات، ده كله كلام فاضي، وده كله على ضلال. صار سنة، صار مهدي، تجانية، سمانية، مكاشفية، ختمية، غيره، ده كله على باطل. الحق وين؟ من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى شيوخ اللي بيجوا أنصار السنة ديل في النهاية داروا يدخلوك معاهم في الكون بتاعهم، وقاعدين ينزلوا بيكم انتخابات. صار السنة ما نزلوا الانتخابات اللي فاتت دي، نزلوا نزلوا نسوان ذاته في الانتخابات من أنصار السنة. فده في النهاية شغلة بتاع الدنيا وشغلة بتاع السياسة، عرفتها؟ فده كله أنت تتركه تتابع القرآن. شوف الكلام ده يا جماعة أنا بكرره تاني وتالت ومية، كلام ده صح ولا غلط؟ تتابع القرآن وتتابع السنة أنت صح، أنت صح. تابعت لك راجل زيك أنت غلط، طوال أنت غلط. نعم، جزاكم الله خير يا جماعة، ونجيكم تاني إن شاء الله. بارك الله فيكم.